نعم، أسأل الله يتقبل منا جميعا. فضل الشيخ محمد، ما الحكمة من مواصلة التكبير من فجر عرفة حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق؟ الله عز وجل يعني ربط التكبير بالامه حتى تعيد في فطر، قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. ولكن التكبير في هذه الايام اطول من التكبير في ايام الفطر، ذلك لارتباطها بالمناسك. يعني هنالك مناسك تتعلق بالتكبير، اولها العيد، ثانيها الأضاحي والهدايا. قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهنا يعني هذه الأيام كلها أيام ذكر على ما رزقنا الله تبارك وتعالى من الأضاحي والهدايا. ثم يعني التكبير يعني في هذه الأيام من أعظم الذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأعمال الصالحات: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل عند الله تعالى من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فالإنسان يجمع بين هذه الثلاثة، بين التكبير والتهليل والتحميد، ويكثر ذلك، يقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كثرة التكبير من أفضل الذكر ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. ولكن يناله التقوى منكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، في آخر الآية: ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتكبير في هذه الأيام، ويستمر ذلك إلى نهاية أيام التشريق، إلى أيام التشريق التي هي ثلاثة أيام بعد يوم العيد. فيكون التكبير في يعني قبل غروب آخر يوم من أيام التشريق. وهو نأتي إلى مسألة التكبير، إلى قضية مهمة، أن كثيرا من الناس يعني لا يكبر إلا في جماعة، أو إلا إذا يعني كان في دبر الصلوات، أو إلا إذا كبر أناس وكبر الناس بتكبيره. هذا ليس صحيح. التكبير وقته مطلق، وينبغي للإنسان أن يكبر لوحده، هذا الأصل يعني. فإذا صعد السلم كبر، وإذا دخل المصعد كبر، وإذا مشى كبر، وإذا دخل كبر، وإذا نام أراد أن ينام يكبر، وإذا صحى من النوم يكبر، وإذا كان في بيته يكبر، وفي عمله يكبر، هكذا. فلا ينبغي أن نرهن أو أن نجعل التكبير متقيدا بتكبير الجماعة. فالذين يفعلون هذا يخسرون كثيرا من الأجور والثواب. حتى في بعض